فزنا بالمسابقة العالمية مع هواوي المرتبة الثانية، ونفتخر أننا رفعنا العلم الجزائري في المواحات الدولية. فهمنا وش هو المنتوج تاعك؟ طبعا احنا نعرض نظام لتحديد الأمراض والكشف المبكر لهم لمساعدة الفلاحين على تفادي انتشار الأمراض، لذلك سنساعد في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد إن شاء الله وتطوير القطاع الفلاحي. كيف يعمل الجهاز تاعكم؟ فهو عبارة عن طائرة بدون طيار تمر على الحقول وتقوم بفحص بالصورة لهذه الحقول، ترسلها إلى خوارزمية لتقوم بالكشف على المرض بالذكاء الاصطناعي. وش هي التطبيقات اللي فيها هذه الطائرة تاعكم؟ تطبيقات الذكاء الاصطناعي لكشف مبكر الأمراض، الكشف على نسبة نمو النبتة وإلى آخره. ملتقى تعليم حول الأمن الغذائي في الشطرة هي المتعلق بالقمح الصلب، هذا مهم جدا لأن الجزائر ثقافة القمح الصلب وليس القمح اللين اللي هو ثقافة استعمارية. احنا نتمنى إن شاء الله أن نوصلوا إلى الاكتفاء الذاتي وزيادة بالنسبة للقمح الصلب. احنا أيضا ثم يعني في هذا الشيء هذا لازم ترافقوهم، احنا رانا معكم، احنا عندكم منا كل مساعدة كل مرافقة. درك المتعاملين الخواص إن شاء الله هما اللي يزيدوا يرافقوكم ويدعموكم، بس عندهم كل فائدة في تطوير هذا الشعبة هذه وفي تطوير هذا هكذا أبحاث إن شاء الله. يعني طموحاتكم هي طموحاتنا مقاصد رئيس الجمهورية، احنا إن شاء الله هذا الإيكوسيستم نتاع الشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي يؤسس له من الآن يعني بطريقة علمية واقتصادية بحثة حتى تكون عاملا في تطوير كل المجالات الاقتصادية والفلاحية في الجزائر. إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا. مبروك علينا وعليكم. شكرا.